خلينا نخش بقى في ماتش الاسماعيلي وزد بكره. الاسماعيلي بشبابه، كابتن ايهاب جلال عامل فرقه بصراحه محترمه جدا، رغم الامكانيات كانت ضعيفه في الاسماعيليه السنه دي، لكن قدر يعمل فرقه وطلع عناصر الناس بتتكلم عليها دلوقتي زي عمر الساعي ونادر فرج وخالد النبريسي ومجموعه من اللعيبه المميزين. ونادي زد برضه بصراحه يعني عامل موسم جامد جدا في اول سنه ليه في الدوري، ممتاز برضه، عنده عناصر وفرقه بتلعب بشكل جماعي، كابتن مجدي عبد العاطي يعني برضه ماتش تقيل يعني. بس انا بقول ان برضه النادي الاسماعيلي بجماهيره، هل يبقى ضغط على النادي الاسماعيلي ولا حافز للنادي الاسماعيلي اللي هو بيلعب في استاد الاسماعيليه؟ بص يا كابتن كريم، كابتن ايهاب جلال بيلعب في اي ظروف، اللعيبه دي كلها لعبت طول السنه، بس ماتشات مش ورا بعضها، يعني يكون ممكن اي لعيب كان يلعب اكتر من ماتش او ماتشين. لو بصيت لقيت ان بوريسي لعب ماتشات كاس مصر كلها، عمر الساعي بيلعب مش بصفه مستمره بس عامل موسم مميز كل ما بيلعب، عندك اكتر من لعيب، نادر فرج في اول الموسم كان بيلعب بصفه مستمره، كابتن ايهاب جلال عارف اللعيبه دي كويس، محمد عبد السميع بيلعب بخطه اللعب بتاعته ب 4 3 3 كابتن كريم، وطول الوقت بيخلي اللعيبه تلعب كوره، طول الوقت بيخلي اللعيبه مش خايفه، خلي عند اللعيبه عندها شخصيه. فانا شايف ان كابتن ايهاب اصلا بقاله فتره بيلعب اللعيبه دي ومركز جدا في البطوله دي، وكمان الماتش الاولاني بتاع القناه كان باين قوي اللعيبه كانت مركزه وماشيه معاهم، ماشيه مع نادي الاسماعيلي الماتش الاولاني والتاني، وماتش طالع الجيش اللي فات برده في اللعب 120 دقيقه وكسبوا ضربات الجزاء. انا شايف انت شايف ان ضغط الماتشات ده هيؤثر على اللعيبه؟ انا من وجهه نظري جدا مين بقى، لعيبه اسماعيلي ولا لعيبه الاسماعيلي؟ زد نفس القصه، زد لعب اكسترا تايم برضو مع مودرن سبورت، زد لعيبه عنده سكوات هايل، لعيبه خبره، لعيبه لعب في دوري ممتاز كتير جدا، لعيبه عندها طموح. وكمان في حاجه كابتن كريم، السنه دي في الدوري زد كعب عالي جدا على النادي الاسماعيلي، كسب اسماعيليه في اسماعيليه 2-1، وكسب في ارض في استاد القاهره 1-0، فالزد كسبان اسماعيلي رايح جاي يعني في الدوري، رايح جاي وبتعرف ازاي تلعب بره ارضها، ده مهم جدا، وازاي تعرف اللعيبه كلها لعيبه كواليتي مختلف، عارف يلعبوا قدام جمهور النادي الاسماعيلي، لعيبه كلها صغيره عملوا اللي عليهم الفتره اللي فاتت. انا شايف النادي الاسماعيلي لو ركز في الماتش بتاع بكره وما خافش من الجمهور، خلى بقى عنده دافع ولعب كوره، كابتن ايهاب جلال بدا من تحت واللعيبه الباك ليفت يعمل كونتاكت مع الهاف ليفت والباك رايت يعمل كونتاكت مع الهاف رايت ويلعب كوره وما يخافوش، ويلعبوا الحاجات اللي كابتن ايهاب بيحب يلعبها دي، ويهتموا بالكور الثابته ويهتموا بالتفاصيل الصغيره، ممكن النادي الاسماعيلي يعمل مفاجاه. القتاليه برضه مهمه جدا للفرقتين جدا يا كابتن، بس في النادي الاسماعيلي انا لعبته في اسماعيليه، الجمهور يا كابتن ممكن يبقى عامل ضغط، مش العكس، عامل ضغط على اللعيبه، اللعيبه لسه صغيره، اللعيبه لسه ما اتحطتش في الاجواء زي دي، بكره ممكن تلاقي الاستاد اكتر من 10,000 متفرج، حاجه جديده عليهم، فاللعيبه صغيره ممكن يبقى خايف يحط، يبقى بدل ما يبقى الحماس يبقى ممكن حماس زياده جدا ياثر بالسلب مش بالايجاب، عكس لعيبه زد، لعيبه زد اتحط في الموقف ده اكتر من كده، في لعيبه لعبت في منتخب مصر، كابتن مجدي عبد العاطي بصراحه عامل موسم استثنائي، بيلعب بخطه لعب، لعيبه كوره، لعيبه كل واحد عنده حلول، عندهم الكور الثابته، لعيبه بتعرف تلعب، عندهم ميسي مهاري، شادي حسين هداف، زيكو لعيب مميز جدا، بيعرفوا يلعبوا بره ارضهم، وهم اصلا كسبوا الاسماعيلي مرتين، فانا شايف ماتش صعب جدا جدا جدا. اتمنى النادي الجماهيري النادي الاسماعيلي هو اللي يبقى بكره عنده مبادره ويكسب، بس نادي زد بصراحه السنه دي عامل موسم استثنائي وباين قوي هو مركز في الماتش، فانا شايف ان هو ماتش صعب جدا جدا كابتن بكره يعني. خطوره فين الاسماعيلي وزد؟ يعني لو نتكلم على الاسماعيلي خطورتهم فين؟ انا شايف خطوره الاسماعيلي عمر الساعي لعيب مميز جدا، عنده سرعه، عنده قوه، النبريسي لعيب هداف، نادر فرج لعيب كويس جدا، عنده سريع جدا كابتن، بيعرف يقف على كورته، عنده محمد بيومي بيلعب 8 بوكس تو بوكس، لعيب هايل، بيلعب مع كابتن ايهاب جلال من اول الموسم، لعيب غير طبيعي، عنده لسه لعيب عبد الكريم مصطفى ده الباك ليفت كابتن، الماتش اللي فات عمل ماتش هايل، بيلعب كوره، بيعمل كورسات على اعلى مستوى، دي طريقه، دي مفاتيح لعب كابتن ايهاب جلال، وعنده دكه كويسه، عنده هشام محمد لو كان موجود بكره برضه لعيب كبير، هشام خف وبيقولوا جاهز للماتش، النهارده اتمرن في التمرين والنهارده نزل، اتفرجت انا على الصور، عنده لعيبه كويسه جدا برضو صغيره في السن بتعرف تلعب كوره، عندها حلول، محمد عبد السميع بيعرف يلعب واحد ضد واحد، بيعرف يشوط من بره 18 كتير جدا، نادي زد عنده سكواد اعلى من الاسماعيلي، عنده كذا لعيب، لعيبه كويسه جدا، ميسي بيلعب رقم 10، لعيب مميز جاي من المنتخب الاولمبي، عامل ماتشات هايله، نادي الاسماعيلي نادي زد الماتشات اللي فاتت ميسي اكتر من ماتش، اول ما جه من المنتخب الاولمبي واخد مان اوف ذا ماتش، زيكو عامل موسم حلو جدا، بيعرف يلعب كويس قوي، وفي عاطف قطه كمان، وشادي حسين، وشادي حسين هداف، وزيكو برضه، كابتن مجدي عبد العاطي بيوزع التشكيل ما بين الشوط الاول والثاني، لا واللعيبه بقت حافظه بعض يا كابتن، اللعيبه بقت حافظه، تحس في شغل جوه مع كابتن مجدي عبد العاطي، في لعيبه
اللعيبه بقت حافظه بعض في تكتيك جوه الملعب، وكمان كابتن مجدي بقى يهتم قوي بالكور الثابته كويس جدا، عنده اكتر من لعيب، شادي حسين بيلعب بدماغه حلو قوي، زيكو بيلعب بدماغه حلو قوي، ميسي اصلا بيعمل الكور الثابته كويس جدا، بيعمل فاولات على اعلى مستوى، عنده لعيبه جامده جدا، عنده محمد اشرف اللي اعرب من النادي الاهلي كورسات غير طبيعيه وبيعمل القرار غير طبيعيه، عنده مفاتيح لعب كتير جدا، حتى الدكه عند كابتن مجدي انا شايف اللي الدكه عنده اكتر كمان من نادي الاسماعيلي، واتحطوا في المواقف دي كتير، فانا شايف اللي هو ماتش صعب جدا جدا بكره، اتمنى الماتش يبقى يليق بالفريقين، واتمنى النادي الجماهيري ان شاء الله النادي الاسماعيلي يصعد. زد هيلعب بشكل مفتوح امام النادي الاسماعيلي ولا وهيهاجم ويضغط ولا هيحاول في الاول يامن الجيم ويلعب زون ديفنس؟ بص يا كابتن، هو زد هيلعب بنفس طريقه لعبه اللي هو 4-3-3 وهيامن جدا، عارف اللي هو هيلعب قدام جمهور، عارف اللي هو اول 10 دقائق او اول ربع ساعه ده طريقه اللعب بتاعها هتبقى مختلفه، عارف اللي ممكن النادي الاسماعيلي يهاجم اول ربع ساعه، هو اكيد كابتن مجدي ابو عاطي هيمتص لجمهور النادي الاسماعيلي وهيلعب بالطريقه بتاعته، هيقفل الباكات وهيقفل المساكين وهيلعب بثلاثه في نص الملعب، وحسب مجريات الماتش كابتن كريم اللعيبه لو نادي زد لعيبه فايقه ولعيبه بتعرف تلعب كوره، بيعرفوا يوصلوا للجون بسهوله جدا، لعيبه عندها الميس باص قليل جدا، فانا شايف ان هو هيقفل الملعب وهيلعب على الهجمات المرتده، وهو عنده سرعات، عنده شادي حسين وعنده زيكو وعنده ميسي، اللعيبه الثلاثه عندهم سرعات على اعلى مستوى، يعرفوا يعملوا الكونتر اتاك كابتن كريم، فانا شايف ان هو هيقفل الملعب وحسب طريقه اللعب هيبدا بقى يشوف الماتش مجرياته عامله ازاي. توقع النتيجة ايه للاسماعيلي وزد؟ بص يا كابتن، هو ماتش صعب جدا، بس انا متهيألي اللي ممكن زد هي اللي تكسب بكره نادي الاسماعيلي، كعبه عالي جدا السنه دي، لعيبه بتعرف تلعب بره ارضها كويس جدا، لعيبه عندها طموح، لعيبه عندها كواليتي مختلف، اتحطوا في الاجواء دي كتير، فانا شايف اللي زد من اول الكاس وهم مركزين جدا عايزين يعملوا حاجه السنه دي، انا شايف اللي ممكن زد هو اللي يكسب بكره نادي الاسماعيلي. طيب.